71 800 814 نذكر به مره اخرى، هذا هو رقم هاتفنا. الموضوع على ذمتكم طبعا يوميا الاثنين للجمعه في مختلف فقرات واركان البرنامج، وخاصه الان في المباشر، لانه معنا في فقره ديما لاباس الاسبوعي القاره الدكتور علي خوجه المختص في المدوات بالتغذيه ورئيس الجمعيه التونسيه للميكروبيوتيك. مرحبا بك دكتور. مرحبا بك. بالنسبه لموضوع الطاقه الحيويه باش نوصلوا فيه، طبعا بدينا في المحور هذا من الأسبوع الفارت، ولكن استجابة لطلبات المشاهدين اللي تصلوا بنا عبر البريد الإلكتروني البريد العادي والهاتف، باش نحكي شوية على عسل المروبية. كي تعطينا لمحة صغيرة قبل تمرير التحقيق. يظهر لي العسل خذا حدا مش مشكل. احنا تو في موسم عسل مازلنا في الربيع. العسل المروبية بالذات حاجتين واحد يتفكرهم، هو باهي للسكر وهو باهي للضغط الدم. للسكر ولضغط الدم؟ وضغط الدم. وبالنسبه للطاقه الحيويه قلنا اليوم مش نحكيه على قنوات الامتصاص للطاقه الحيويه. المره الاخرى في الحصه الفارطه حكينا على شنية الطاقه، واللي الطاقه الحيويه اساسيه بالنسبه للحياه الانسان، واللي الطاقه الحيويه هذه في الخمسه قرون هذه طاحت ب 50%. توا باش نحكيو كيفاش نجمو كيفاش البدن نتاعنا يتمتع بك الطاقه الموجوده به. جبت صور نجمو نعديوهم، مجموعه صور على موضوع قنوات امتصاص الطاقه الحيويه، توا يمكن يتعدوا تباعا. بالنسبه للقنوات نتاع الامتصاص هذه الصوره الاولى ماهيش ماخوذه بكدا، مش مشكل. اللي صار عندك صورة توريك انه الانسان جسد مادي وطاقة، والطاقة نجمو نصوروها كما تشوف عبارة على هالة دايرة بالجسد، والطاقة هذه فيها دي شاكرا، فيها مراكز نتاع طاقة، نقطتك الفاتحة شوية. في الوسط التصوير الوسطانية ما بين قوسين هذا ولدي ريان، صورت له الطاقه نتاعو هذاك الاخضر، هذاك الاخضر هذاك الطاقه الحيويه، الطاقه الحيويه ريان ابنك. ايوه يعيشك. والطاقه كما قلت لك فيها دي شاكرا، والشيف دوركستر نتاع دي شاكرا هو اللي تشوف فيه قائد الفرقه مع المايسترو. ايوه الشاكرا التاجي يسميه البهراره الفوقانيه بالكل، اللي فوق الراس هذه بالضبط. على اليمين الصورة الثالثة تشوف الشيما، معناها صورة كيفاش صورة مجسمة كيفاش لي شاكرا هذوما المراكز الطاقة كيفاش هما موجودين على 10 سنتي من الجسد نتاعنا، على بعد 10 سنتيمتر على بعد ايوه 17 سنتي، اما هما باتصال بالجسد نتاعنا، معناها ياخذوا الطاقة، هي عبارة على كيفاش يقولوها عجلة تاخذ الطاقة معناها من المحيط نتاع من المحيط نتاعنا وتدخلوا الجسد نتاعنا تاخذ طاقه نظيفه وتخرج الطاقه السلبيه اللي تلوثت من الجسد نتاعنا للبر. وعلى اليمين بالكل الصوره الاخيره مثال كان نرجعوها حبيت نوري، هو عندنا قرابة 80,000 شاكرا في الهاله نتاعنا في البهراره هذيك في المحيط هذاك اللي صورناه في الصوره الثانيه بالضبط. من اليسار اليمين او الثالثه من الاخرانيه لا تو الاخرانيه الرابعه لا معناها نقصد على الهاله الخضراء هذيك الهاله الخضراء هي هذيك الطاقه اللي دايره بنا اللي هي على بعد 10 سنتيمتر من الجسد. ايوه وعندنا قرابة 80,000 شاكرا بطبيعة هذا التسمية هذه تطلق على قناة امتصاص الطاقة هكا نقولوا شاكرا. شاكرا مربوط بقناة أساسية برانسيبال هي معناها بالشاكرا، شاكرا مربوط بقناة أساسية بقناة صغيرة. تقريبا 80,000 80,000 بصفة عامة، أما ثم أهم شاكراوات هما أهم قنوات امتصاص الطاقة هما على عدد سبعة شاكرا في جسم الإنسان إلى آخر شاكرا القلب إلى آخره. هذا كي قلت القلب دكتور شنو آخر من قنوات الامتصاص؟ ثم شاكرا الأولاني بالكل هو الأهم واحد هو شاكرا التاج، وبعد التاج يعني فوق الرأس بالضبط، وبعد ثم شاكرا نتاع الجبين، ثم اللي يضيفوا لك زاد شاكرا دو لاجنا بين العينين بالضبط
الصيفة يظهر لي الناصفة بالعربي تقريبا حاسي. وبعد ثم الشكراء نتاع الغصة نتاع الغدة الدرقية. الغدة الدرقية. وبعد عندنا الشكراء نتاع القلب يجي في الوسط، وبعد عندنا الشكراء نتاع المعدة، بعد عندنا الشكراء نتاع الهرع الوسطاني نتاع معناها البطن، وبعد عندنا الشكراء نتاع البأس اللي هو طبيعي قاعدة القدمين نتاع الإنسان. وهذوما كلهم مربوطين ببعضهم. هالقنوات نتاع الامتصاص هذه كيفاش تقوم بوظيفتها بالضبط وكيفاش يعني عبارة تنفع للانسان معناها؟ هي عباره راهو نتعلموا احنا عملنا كيفاش يقولوها عملنا تربص نتعلموا حتى كيفاش نقيسوا الشكرة اذا كان هي كبيره ولا صغيره، واذا كان دور بزايد ولا ما دورش. اذا كان كبيره يعني هذه حاجه ايجابيه. العكس كل خير الامور الوسط. الوسط بالضبط هذا ديما تركز عليه كلها الدكتور. كلها لازم نكونوا متوازنين فهمت به. مثلا نعطيك مثال ثم شاكرا اسمه المين ماين كيف يبدا يخدم بزايد الانسان يولي عنده ضغط الدم لازم ننقصوا فيه فهمت، لازم ديما ثم التوازن. الور البدن يمتص الطاقه عبر لي شاكرا هذوم يمتص الطاقه عبر التنفس، وماذا بينا نشوفوا الصوره المواليه. ايوه الثاني هذه امامنا الصوره المواليه ولا لا دكتور؟ به هذايا باه ماشي مشكل هذايا ربما كان فما امكانيه نرجع للصوره اللي قبلها ميسج نعلقوا على هذايا حبيت نوري كونه عبر الشكرة الداج وقت اللي نتاملوا ولا وقت اللي بعد الصلاه ثم شفتي الصوره الوسطانيه الشكرة الداج هو مربوط بالشكرة نتاع الانامل. الانامل معناها كيف نقيسوا الشكرة الطاقه في الانامل نعرفوا كيفاش الشكرة الداج يخدم. اللي الشكرة اللي هي قناه امتصاص الطاقه خلينا نقولوا قنوات امتصاص الطاقه دكتور تنجم مراكز امتصاص او مراكز امتصاص الطاقه على اليسار على اليسار ثم الدوره هذيك تشوف اللي الهاله الخضراء هذيك تشوف اللي مركز نتاع امتصاص الطاقه ضعيف شويه وبعد التامل تشوف كونه هو كبر شوي معناها التامل يقوي في الطاقه يقوي في الطاقه الحيويه للانسان للانسان كيما الصلاه كيما الصلاه كيما كل حاجه خير تعملها الى اخره. وعلى اليسار حبيت نوريك هذاك يوجي معناه واحد يعمل يوغا قد ما يمارس اليوغا بالضبط قد ما يعمل يمارس اليوغا وقد ما كما مدام دليل الغريان طبعا قد ما الطاقه نتاعنا تتعدل فهمت تزيد او تتعدل دكتور تتعدل وتزيد تتعدل وتزيد تتعدل اذا كان ناقصه وتزيد وتزيد وقت اللي تزيد الطاقه نتاعنا تولي في لي بيرفورمانس نتاعنا اي القدرات نتاعنا. هذه الصوره اللي حبينا نعلقوا عليها هذا ولدي الاولاني فهمت صورته قبل ما يتنفس وصورته بعد ما يتنفس الصوره الوسطانيه بعد ما تنفس شوف كيفاش وقت اللي قبل التنفس يعني الصوره اللي على ايسر الشاشه ايوه شوف كيفاش بعد ما تنفس الطاقه نتاعو تعدلت وخشن وخاصه طاقه التاج اللي هو شيف دوركستر نتاع الطاقه تعدلت وكبرت بالكدا على اليمين الصوره اللي على اليمين الاخيره هذيك فهمت لحظه برك شنو تجسم الصورة هذيك؟ الصورة باك هذيك تجسم فهمت برشا من اللي هوني باش يفهموني تجسم كونه وقت واحد يتكيف سيجارة يدخن سيجارة يدخن الطاقة نتاعو تطيح والطاقة نتاعو تطيح بصفة كبيرة بصفة كيف تشوفها واضح بصفة قداش ومعناها ايميديتمون بالوقت بالوقت توا الصورة اللي بعد هذا معناها عبر التنفس كيف نقول لك التنفس معناها التمرين وكل هذاك يزيد في في الطاقة في الطاقة الحيوية نتاع الإنسان أيوة. توا الصورة الأخرانية أيوة هذايا نجم نزيدوا في الطاقة عبر الماء اللي نشربوه والماكلة اللي نشربوها شفت الماكلة اللي ناكلوها دكتور الماكلة اللي ناكلوها شفت شي أكل المربع أكل الأزرق هذاك الأولاني بالكل على يدك اللي على اليسار أيوة هذاك فيه حبيبات بيض الحبيبات هذوما وقت اللي الماء يبدا فيه شويه طاقه اكل حبيبات كميه صغيره وكل ماء يبدا فيه بزايد طاقه ممغنط نقولوا احنا مانيتيزي لي موليكول دو يكونوا يجتمعوا مع بعضهم ويمتصوا الطاقه يوليو هما بيدهم يعطيو الضوء ويعطيو فك وقت اللي نشوفوهم بالمجهر الكبير يعطيو هاك المشهد هذاك شنو نقولوا على تناول الماء ولا شرب الماء كونه وقت اللي الماء هذاك التصويره الثانيه الباحث اللي عمل هالبحث هذا هو باحث الماني جرب بالماء نتاع منشن نتاع مدينه مونيك يعطيك الصحه شاف اللي كونه وقت اللي واحد يشرب ماء الحنفيه نتاع مدينه منشن الطاقه نتاعو تطيح بالوقت
بينما وقت اللي يشرب ماء ممغنط الطاقه نتاعو تعلى. ماء ممغنط يعني مانيتيزي. مانيتيزي مانيتيزي يعني معالج. معالج بماتريال سبيسيال ان شاء الله. بمواد خاصه. هذا منصوح. لا مش مواد. بماتريال معناها آلات. هو اسطوانه. هو اسطوانه يعني آلة خاصة. آلة خاصة. آلة خاصة. آلة خاصة. هالماء هذا منصوح به ولا شنو؟ والله الماء هذايا الممغنط. الماء هذا الممغنط هو وقت نشوفه دينوميناتور كومان نتاع الامراض الكل. القاسم المشترك نتاع الامراض الكل في الخليه. الطاقه تطيح. ديفيرونس دو بوتونسييل يعني انخفاض مستوى الطاقه هو القاسم المشترك في الامراض الكل. نتاع الامراض الكل. امراض نتاع حساسيه نتاع ضغط الدم نتاع السكر جميع الانواع تقريبا. الامراض الكل. شنو فايته الماء؟ والماء هذايا يعدل الطاقه. تكون يعدل الطاقه. تكون طايحه 10 15 تولي ترجع 70 90 وهذايا ثم الباحث هذايا بارك الله فيه الماني وما بين قوسين الالمان ياسر تقدموا في الميدان هذايا وثم انستيتيو ما نستحضرش الاسم نتاعو معهد طبي معناها معهد مختص كان في الطاقه فهمت الطاقة الحيوية اللي هي الحيوية. موضوعنا محورنا اللي بدينا فيه الأسبوع الفارغ فسرناه واليوم دخلنا في قنوات الامتصاص للطاقة الحيوية وصلنا اللي نحب نكونوا عمليين شوية دكتور كلمة الأخرانية برك ما يسالش لا ما زلنا مع بعضنا حتى البرنامج خارق العادة قلنا دونك فوالا هذاك قلنا دونك الماء كيف نشربوا ماء عادي الطاقه نتاعنا تطيح نسبه صغيره كي نجيبوا ماء ممغنط الطاقه نتاعنا تتعدى هذيك اكل اكل على اللي اللوطه وعلى اليسار هذيك الحبه اكل اللي نشوفوها المجموعه الثانيه من الصور اللي اللوطه وعلى الصوره الاولى على اليسار معناها هذيك لي موليكول دو وقت اللي يجتمعوا ويمتصوا الطاقه يوليو يعطيو ايوه يوليو يعطيوك الطاقه هما فهمت وقت اللي احنا نمتصوا هك الحبيبات هذيك هك لي ستركتور اللي تكونوا المكونات باش يرجعوا دي موليكول ويرجعوا هك الطاقه هذا بالنسبه للماء دكتور قلنا الماء الممغنط يعدل الطاقه وبالنسبه للماء ربما يتبادر سؤال للذهن المشاهد يقول الماء العادي نتاع الحنفيه والماء المعدني والله ما فيهمش فرق ما نحبش نحكي على الماء المعدني اما نحكي على الزواولة كما يقولوها اللي يشربوا الماء الحنفي عموما صفة عامة أيوة. اللي يشربوا الماء الحنفي ولو انه في تونس تبارك الله الناس كنت تشرب الماء المعدني تو ننصح اللي يشرب الماء الحنفية كيف يعديه كما جدودنا كانوا يعملوا كيف يعديهم القلة راهو القلة لارجيل الكويت هي عندها نشاط الطين يعني المصنوع تاع القلة عنده طاقة خاصة إيجابية إيجابية ويعطي مهمة مهمة جدا المعلومة هذه ما خليتنيش نعلق على تفضل علق تو نعلق حبيت أوك علاش تو قوي فهمت دونك ننصحوا معناها بصفة شديدة كونه نرجعوا للماء القلة راهو باهية خاصة للماء ولو حتى واحد يبدا رضيع ولا صغير ولا معناها طفل صغير ولا حاجة راهو الماء القلة باهية حاجة أخرى ومازال كيف سيد الرئيس البارح قالوا لي دشن طبعا اليوم الوطني للفلاحة الفلاحة ضيعة بيولوجية في البطان بالنسبة للأكل اللي ناكلوه يكون بيولوجي تكون عنده طاقة كبيرة دونك قد ما ناكلوا حاجه فيها طاقه قد ما الجسد نتاعنا باش يولي ثري بالطاقه قد ما تتعدل الخلايا نتاعنا من الطاقه قد ما المرض يبعد والعكس كيف ناكلوا ماكله مصبره وميته متعديه كما قلناها المره الاخرى من ميكرو اوند كل الطاقه نتاعنا باش تطيح وهذا باب مفتوح للامراض المره الاخرى نصحنا بعدم استعمال الفرن هذايا نتاع الموجات الصغيره برشا هذايا بين ظفرين الميكروويف او الميكرووان نصحنا بعدم استعماله بتاتا نجم نحكي حاجه تفضل دكتور تو ثلاث ايام مشيت للمستشفى ايوه عرفت فرمي قال لي ملي شفت ممرض أي. يخدم معايا كان قال لي ملي شفتك الصوره اللي وريتها اللي النبته تسع يوم تموت قال لي حكمت على المراه باش تطيش هل الفرن هذايا اللي بالموجات الصغيره برشا الميكروويف ولا الميكرو اوند قلنا دكتور بالاضافه الى الماء ننصحوا بالماء قلنا في القله أيوة. تمش معطيات اخرى توفر يعني كميه الطاقه ضروريه لتعديل خلايا الجسد عبر قنوات الامتصاص هذه اللي ذكرتها واللي قلت هي تقريبا 80 ألف لكن فما 10 مراكز رئيسيه
ايوا سبعة. سبعة عفوا، هما بصفة عامة سبعة، من نجم نقولوا حتى ثم 12 ثم 11 حكينا فيهم المرة الأخرى، ما باش نزيدوا نحكيوا المرة الجاية. وقت اللي نرقدوا في الليل ماذا بينا نرقدوا، بما أنه احنا كما شفتوه قبيليك الجسد عندنا حق الكهرومغناطيسي، نوجهوا الوجه للشمال، نوجهوا الحق الكهرومغناطيسي نتاعنا اللي هو عنده شمال وجنوب، كيف نوجهوه عبر الشمال نتاع الأرض نتمتعوا بالطاقة نتاع الأرض. شكرا لك دكتور، أكيد باش نوصلوا في نفس الموضوع في المحور نتاع الطاقة الأسبوع المقبل في فقرة ديما لاباس. نقول لكم بقية مشاهدة طيبة وممتعة لبرامج قناة تونس 21، إلى اللقاء غدا في كلام صحيح.